إذا أتى وراء المقاطع السابقة حرف من الحروف المتحركة فإننا لا ننطق هذه المقاطع من الأنف. طبعا ده تكملة للدرس السابق اللي هو بيقول إذا جه مقطع أنفي جه وراء حرف من الحروف المتحركة في الحالة دي ينتفي عمل المقطع الأنفي. إنيسيال إنيسيال، ما أقولش أنيسيال غلط، إنما أقول إنيسيال لأن جه وراء حرف متحرك. تليفون تليفون، ما اقولش تليفون غلط، انما اقول تليفون عشان جه وراه حرف متحرك. فاني فاني، ما اقولش فوني غلط، انما اقول فاني لان جه حرف متحرك بعد المقطع. سينيور سينيور سينيور، هنا ال ان جه وراه حرف متحرك عشان كده انتفى عمل المقطع الانفي ونطقنا عادي. يبقى بالتالي لو جه مقطع من المقاطع الأنفية جه وراه حرف متحرك مش هنطق المقطع ده من الأنف.